Morning everybody. شباب وشبايب أكاديمية الإمارة الدولية. هذه تقريبا آخر حصة. راح يكون هناك إذا كان في حاجة راح تكون في هناك حصة مراجعة للجرامر فقط. إحنا اليوم in unit 4 وعندنا النص اللي بدنا نقرأ اللي هو موجود في صفحة بالاكتيفيتي بوك. هذا هو شايفينه الاكتيفيتي بوك. هذا الاكتيفيتي بوك وهذه الصفحة اللي احنا بدنا نقرأها وهذا هو founding father page 22 واسمه عنوان الدرس اليوم a founding father of farming الاب المؤسس للزراعة واسمه ابن بصال واسمه ايش ابن بصال وتذكروا ان اليوم Thursday December the 10th يعني العاشر من ديسمبر وهذه تقريبا راح تكون اخر حصة مسجلة لنا اذا احتاجنا في المراجعة من يعني نلتقي لايف مع الشباب والصبايا طبعا الصبايا صار حتى ستة من في ثلاثة بطل او اربعة بطل يتواصل معنا وفي الشباب المرة الماضية بس عمرو أبو الخير اللي متواصل معنا والباقي غير متواصل يعني ما دخلوا على المنصة على أي حال إحنا هذا هون بدي أقرأ وفي عندنا هون بعض إيش النصوص هون أعرف بعض الجمل بدنا نعبيها بالفراغ اللي هون وبعدين نجاوب هذا الأسئلة ومن ثم أعرف نروح على الكولوكيشن الموجود هون واخيرا نرجع على التمرين السابع ونحكي عن الديريفيشن بعض قواعد الاشتقاق اللي موجوده عندنا في الدوسيه صفحه 57 اذا في الدوسيه لو رجعت بتلاقي الديريفيشن موجود جزء منهم راح يكون ايش هذا التمرين على اي حال منبلش وكل ايش وبسهوله ومنقول عن ابن بصال اللي هو a founding father of farming. Ibn Bassal was a writer. حطوا خط تحت writer اللي هو كاتب a scientist عالم and an engineer ومهندس. Who أول ضمير عندنا هون هذا هو بتعود على من؟ على ابن بصال. إذن هو هذه بتعود على ابن بصال. Who lived in Al-Andalus in the 12th, oh sorry, in the 11th century CE. He worked in the court, هون court معناها بلاط, يعني في القصر, of المأمون, والمأمون بتحط له E هون, شايفينه, إذن الفراغ الأول رقم واحد, منحط له الرمز E, who was the ruler or the king of Toledo وهو كان ملك هذا المأمون ملك مين توليدو اللي هي وين هاي في الأندلس his great passions يعني his عايدة على من على ابن بصال برضو his هذه his عايدة على مين على ابن بصال his passion لما نقول passion what he like most passion what one likes or loves most اللي بحبه الواحد يعني اللي هو الشغف تبعه وير شغلتين اذا الباشن تبعه لابن بصال was botany والثاني ايش agriculture was botany وbotany هذه اللي هي study of plants والثاني اجريكلتشر الزراعه بوتاني علم النبات احنا بنقول اجريكلتشر زراعه although he was a great scholar قلنا المره الماضيه كلمه scholar او polymath تقريبا متقاربات polymath موسوعه scholar علامه عاد شو الفرق بين العلامة والموسوعة I didn't know he was also a practical man practical عملي
والعملي شو بكون؟ And all of his writing came, كل كتاباته came, أتت from his own hands-on. Hands-on يعني عمل يدي. Experience, خبرته اليدوية of working the land. في العمل وين؟ في الأرض. One of the many things, أحد الأشياء الكثيرة, which, طبعا هاي which عائدة على things. Or many things. إذن which هذه عائدة على many things. One of the many things which Ibn Bassal achieved, الأتشيفمنتس تبعه, achieved, واحدة منهن إيش؟ A book of agriculture. إذن هاي واحدة a book of agriculture. الأتشيفمنتس أتشيفت أنجزة يعني. إذن أتشيفمنتس الاسم منها شو بكون؟ إنجازات. The book اللي هو A Book of Agriculture consisted احتوى of 16 chapters 16 فصل which هذه المرة عايدة على الشابترز which explain والتي تفسر أو تشرح how best to grow trees الأفضل إنك كيف تزرع الأشجار fruit الفواكه and vegetables والخضروات as well as وأيضا herbs الأعشاب and the sweet smelling flowers والأزهار ذات الرائحة الحلوة perhaps ربما the most famous chapter أشهر فصل فيها of all من كل الكتاب يعني was the one اللي هي A إذا number two شو بتحطوا لها A The one that described or that described how to treat different types of soil. كيف نعالج soil تربة الأنواع المختلفة من التربة. ابن بصال also worked out احتسب how شغلتين to irrigate the land. كيف يروي الأرض طريقتين. إذا how to irrigate the land بطريقتين الطريقة الأولى finding underground water إيجاد مياه الجوفية underground يعني جوفية ground water والثانية digging wells حفر الآبار digging wells wells هون آبار يا شباب فيه آبار بيارة يعني he designed كمان بالإضافة هاي من الأتشيفمنتس تبعه water pumps اللي هي إيش water pumps مضخات إيش المياه and irrigation systems والثالثة اللي هو أسس لإيش irrigation systems أنظمة الري All of these things, كل هاي الأشياء were passed on, مررت through his writing, من خلال كتاباته. The influence, influence تأثير. وهاي بنجيها بالاشتقاقات, influential, influence, إلى آخره. The influence of Ibn Bassal's book was enormous. تأثير كتاب Ibn Bassal كان ضخم, enormous, huge. As farmers down the generations, حيث إنه المزارعين عبر الأجيال followed his instructions, اتبعوا تعاليماته and advice ونصائحه. The land, شو صار, became wonderfully fertile. أصبحت الأرض خصبة and produced وأنتجت more than enough, أكثر مما يكفي من الإيش food, من الطعام for the fast growing population. ده للسكان المتناميين The irrigation systems والآن نجيبها هم that اللي هي C إذن number 4 طب كيف number 2 number 3 شو that the one was described A3 sorry 2 where botany the study of plants
اللي هي E. Two, the study of plants, اللي هي V. Three, بتكون that describes A. Four, بتكون إيش؟ C. إذن هيك الترتيب الصحيح. آسف أنا يعني خربطت. The irrigation systems that he and his followers أتباعه put in place وضعوها في إيش في الإنشاء are still in evidence ما زالت دليل أو in Spain في إسبانيا. Although his name is not widely known على الرغم إن اسمه مش معروف بشكل كبير أو بشكل واسع. ابن بصاص legacy إرث legacy معناته إرث ابن بصال to the world للعالم has been great كان عظيما. على أي حال إحنا هذه نهاية القطعة. الآن بدنا نجاوب على التمرين اللي موجود هون exercise 9 page 22. السؤال الأول شو بقول؟ name two of Imbassal's achievements. إحنا قلنا هاي الأتشيفمنتس تبعه. واحد اللي هي a book of agriculture هاي واحدة. والثانية اللي هي water pumps مثلا water pumps مضخات المياه. number two find a verb in the second paragraph that means supply land with water. بالسكند باراجراف اللي هي إريجيت كلمة إريجيت يعني يروي إريجيت. نمبر 3 question 3 guess the meaning of fertile land يعني أرض خصبة in the third paragraph. لما نقول fertile يعني شو produce a lot of food. وبقول لك which part of the text illustrates the meaning اللي هي paragraph من سطر ايش خلنا نقول من سطر the land became wonderfully fertile and produced يعني the last paragraph. إذن paragraph كده كان ايش paragraph كده ايش 1 2 3 paragraph 3 هذا الحكي موجود وين paragraph 3. question 4 guess the meaning of legacy. legacy اللي هو إرث. احنا بنقول what one leaves behind ما يتركه الواحد ايش خلفه بعد الموت يعني ممكن يكون وممكن بعد ما يترك منصبه الى اخره. which paragraph اللي هي question 5 suggests that Ibn Bassal was a polymath اللي هي paragraph 1. إذن question 5 هاي بنرجع هون question 5 يعني polymath احنا قلنا scholar اللي هي موجودة ايش paragraph 1. ليش؟ لأنه بقول لك Ibn Bassal was a writer a scientist and engineer واحد هيك معناته بده يكون polymath. السؤال السادس بتركه ايش تحلوه كل واحد لنفسه. الان بدي اياكم تروحوا على exercise 10 ونحاول نحل هذا التمرين مع بعضنا لانه مهم. عندك benefit اول كلمة benefit معناها اكتبه benefit مفيد او يستفيد او يفيد. farms إذن أول واحد benefit معناته يستفيد. farms هون معناته محطات الرياح يعني مثلا هذه يستفيد. number 3 footprint معناها أثر. number 4 free هاي معناها خالي يعني فاضي مش خالي عمي.
Number five, friendly, صديق. صديق للبيعة يعني. صديق للبيعة مثلا. Neutral, محايد. محايد يعني لا إيجابي ولا سلبي. Number seven, pedestrian, مشاة. Pedestrian, مشاة. مش بسيارات. Number eight, power, معناها طاقة. Number nine, renewable, متجدد. Number ten, waste, معناها نفايات. منيجي نحل التمرين. In hot countries, solar, ماذا؟ solar power. يعني كلمة solar بتيجي مع كلمة power. إذن هون solar power كوليكيت معاي. الطاقة الشمسية is an important source of energy. Green projects, المشاريع الخضراء, are environmentally, بيئياً إيش؟ friendly. بيئياً friendly. So هاي هون environmentally. هذه تتوائم مع friendly. Wind farms, إذن wind farms محطات الرياح. أوكي؟ are example of ايش؟ of renewable energy. Renewable ايش؟ energy, طاقة متجددة. أو renewable power, whatever. If a city recycles everything and doesn't throw anything away, it is zero waste. إذن هون ايش؟ zero waste يعني صفر نفايات, بدون نفايات. Zero waste. We burn carbon whenever we use oil, coal or gas. This is known as our carbon footprint. Carbon footprint. الأثر الكربوني. A place where no cars are allowed is a car free. يعني خالي من السيارات. إذا car free. Car free zone and it is pedestrian, pedestrian friendly. Pedestrian friendly برضو مع صديقة للمشاة. Very good. الآن بدي إياكو تفتحوا على صفحة 21 وبدي أضطر هون أمسح اللوح عشان نحكي عن إيش؟ عن الاشتقاقات اللي موجودة بالفصل الأول وبكون أنهينا كل حاجة. طبعا سؤال الاشتقاقات سابقا وحاليا هو سؤال اختيار من متعدد. ونيجي نكتب هون عندك اكسرسايز 7 بيج 21 وهذا خلينا نقول عنه ايش؟ ديريفيشن, اشتقاق. متى نستخدم noun, متى نستخدم verb, متى نستخدم adjective, ومتى نستخدم adverb. هذا هو المطلوب. بكون عندك أربع خيارات بالامتحان الوزاري, والأربع خيارات بكون جملة وبدك تختار واحدة منهم. أول واحدة اللي هي خلنا نقسم من هون, نقول هون noun, هون verb, وهون adjective, وهون adverb. أول واحدة اللي هي production. Production معناها إنتاج. معناها إيش؟ إنتاج. الverb منها produce, والصفة productive, والادفيرب بتضيف اي شيء للادجكتيف وتضيف له الواي بصير ادفيرب. الان الجمله الاولى, ذا ميدل ايست از فيموس فور ذا. حطوا لي خط تحت ذا, بين ذا واوف يعني بعد الارتكلز. خلينا نقول بعد الارتكلز, اذا شو بدك تستخدم؟ ناون. اذا الجمله الاولى حلها بده يكون ايش؟ برودكشن.
ليش؟ لأنها أجت بعد ذا وقبل حرف الجر of. ابن سينا روت بعد الفعل مفعول به، المفعول به بيكون إيش؟ اسم، إلا إذا تبع الفراغ اسم، بالحالة هاي شو بده يكون؟ صفة. ولذلك عندنا إحنا خلنا نقول عندك ميديسين وعندك ميديكال، وهون بضيف الواي بصير ميديكلي. إذن هون الحل لازم يكون، لأنه أجا بعد الفراغ، أعرف كيف؟ تكست بوكس وهي اسم، إذن بده يكون الحل إيش؟ ميديكال. بده يكون الحل شو؟ ميديكال. الجملة الثالثة، فاطمة الفهري was born in the، قلنا بعد the بده يكون اسم، لكن إذا تبع الفراغ اسم معناته بده يكون صفة. وهاي عندنا إحنا عندنا 9 اسم، وعندك الصفة 9th. إذن هون الحل بده يكون إيش؟ 9th century، لأنه سبق الاسم، يعني أجا هون noun. إذن هاي بدها تكون adjective. الجملة الثالثة أو الرابعة، عندنا my father bought our house with an، بعد an لازم يكون اسم، وخصوصا أنه بعد الفراغ هون from حرف جر. إذن inherit أو inheritance، هاي inheritance وهاي inheritant، إذن with an inheritance لازم يكون هون اسم، وتستخدم إيش؟ inheritance اللي هي تركة noun، لأنه أجا قبليها أن وبعدها حرف جر. الخامسة scholars have discovered أن، طبعا بعد أن اسم، لكن هون بعد الاسم بعد الفراغ موجود عندنا document اللي هي اسم، إذن شو بتكون؟ بتكون إيش؟ صفة، لأنه هاي origin أصل أو أول، وهاي original الصفة منها لأن فيه آيات. إذن هون الحل بده يكون إيش؟ original. الجملة السادسة do you think the wheel was the most important؟ important صفة، بعد الصفة اسم، وهاي عندنا invention الفعل منها invent، وعندك inventive. إذن هون أجت اسم، إذا ما نقول الحل بكون إيش؟ invention. الكندي made many important mathematical، راح important ومathematical عبارة عن إيش؟ عن صفات، إذن يتبعها اسم، وعندك إيش؟ discovery. Discovery والجمع discoveries، وهون عندنا الفعل discover، وهون discovered، إذن هون بده يكون discoveries. الحل شو بده يكون؟ discoveries، لأنه لازم تكون إيش؟ اسم. وآخر جملة هو was the most writer، بعد الفراغ اسم، وعندنا لازم تكون إيش؟ صفة، إذن بده تكون إيش؟ influential. الصفة منها إيش؟ influential، لأنه influence الاسم، والفعل منها influence، والصفة منها إيش؟ influential مؤثر. على أي حال معكم واجب راح يكون إن شاء الله بالنسبة لسؤال الاشتقاق، راح أنا أودي لكم أسئلة على القطعة، لأنه ابن بصال، هاي قطعة ابن بصال اللي أخذناها قبل شوي وشرحناها، هذه قطعة أجت في الامتحان الوزاري 2018، أنا راح أودي لكم الأسئلة الوزارية وتحلوها. أما بالنسبة للاشتقاقات بتفتحوا على الدوسية صفحة 57 وبتحلوا لي هذا التمرين صفحة 57 وصفحة 58. في هناك بعض قواعد الاشتقاق تقدر ترجع لها إيش؟ بالدوسية. شكرا جزيلا لكم، وإن شاء الله نلتقي. إذا أي واحد عنده استفسار
بقدر يودي لي على الواتساب وإن شاء الله ما بقصر معه وإلى اللقاء في الفصل الثاني وجها لوجه. عشان الطلاب اللي ما بيجوش على الحصص وبضلوا بالملعب برا نطيح فيهم بوكسات. Thank you. شكرا للمخرج الأستاذ عبد الرؤوف، يعني لو ما بشوفوش الحصة هاي نهائيا.